10 ثواني. مساء الخير، اسبوع جديد مع بعض. الاول نقدم شكر ربنا من اجل الفلوس اللي بتتجمع عشان المسيحيين اللي في العراق، الناس اللي مش لاقيين يتغطوا، مش لاقيين مسكن ولا ماكل. بنات الطريق بتقوم بعمل غير عادي غير عادي، بيشتركوا معاها ناس تانيين طبعا كتير، في اعداد الاكل، في اعداد في شراء البطاطين، المسكن، كل حاجه. نشكر ربنا من اجل هذا الامر. ان شاء الله المره الجايه الدكتور جوزيف هيبتدي بدري، وهنبتدي هنا بدري برضو، يعني ان شاء الله ساعه ونص قبل الميعاد دوت هنكون بدانا، تقريبا واحده ونص بتوقيت كاليفورنيا، وثلاثة ونص بتوقيت إلينوي، وأربعة ونص بتوقيت نيويورك. هنبتدي المرة الجاية، هنعمل ترتيب في المواعيد. لكن يا ريت كل القنوات يعني تاخد مثل قناة الطريق وتهتم بالأمور الاحتياجات الأساسية للناس اللي في العراق. أوكي، النهاردة عندنا حاجات مهمة جدا. هنخلص يوحنا 15 ويمكن نبتدي في يوحنا 16، لأن بعد أسبوعين إن شاء الله هنبتدي في موضوع جديد اللي هو الكنيسة. موضوع very very important، يعني إيه هي الكنيسة بالظبط؟ وإيه خدام الكنيسة؟ وإمتى الكنيسة ابتدت؟ إيه معنى الكنيسة؟ إيه وظيفة وعمل الكنيسة؟ إيه هو رجاء الكنيسة؟ رجاء الكنيسة، الكنيسة عايشة ليه؟ إيه عملها وإيه رجائها؟ ومكونة من إيه؟ والخدمة بتتم فيها إزاي؟ كل الحاجات دي هنتكلم عنها بعد اسبوعين ان شاء الله، نخلص انجيل يوحنا. يعني هنتكلم عن المعموديه والتناول من جسد رب ودمه، العشاء الرباني، هنتكلم على كل الامور دي، ورجال الكنيسه، القصوص والاساقفه، كل دول هنتكلم عنهم. وعمل الكنيسه ايه؟ الكنيسه موجوده ليه في الارض؟ طبيعه الكنيسه ايه؟ عمل الكنيسه ايه؟ رجاء الكنيسه ايه؟ والخدام في الكنيسه شكلهم ايه؟ وكل حاجة، مبادئ الكنيسة، كل حاجة عن الكنيسة هتبدأ إن شاء الله بعد أسبوعين. اللي عايز يدعي ناس بيتكلموا إنجليزي كل يوم أربعاء الساعة 8 في نيويورك، بتوقيت نيويورك 8، نيويورك وفلوريدا وميشيغان، ديترويت وكل الحتت دي، إلينوي تبقى الساعة 7، كاليفورنيا الساعة 5، كل يوم أربع برامج عن الإسلام بالإنجليزي. In English, everything in English. أحداث كتيرة بتحصل في البلاد العربية ما أقدرش أتكلم فيها أكتر من دقيقتين، لكن مضطر أتكلم لأن البروجرام اللي هو بتاع قمص مرقص عزيز وأحمد مش بيجي دلوقتي. يعني كل اللي عايز أقوله في الموضوع دوت إن في تقدم في انتصار الأكراد على الدولة الإسلامية في عين العرب كوباني، ودي منطقة مهمة جدا هما بيركزوا عليها، عشان لو أخدوها هيفتحوا الطريق مع تركيا ويجي لهم الناس الجهاديين بتوعهم والأسلحة، لأن تركيا معاهم. نذكر ربنا أن أوروبا دلوقتي وإنجلترا وألمانيا بالذات ابتدوا يقولوا أن تركيا بتساعد الدولة الإسلامية. اتفضحت أردوغان في أوروبا، ده خبر جديد من امبارح، ان الجرايد الاوروبيه بالذات المانيا عملت بحث وادله مخابرات بتقول ان في بلد في تركيا بيروحوا فيها داعش الدوله الاسلاميه ويتدربوا على القتال، وبيروحوا بعد كده لسوريا. عشان كده هم عايزين ياخدوا عين العرب كوباني، عشان اللي هي على الحدود مع تركيا، عشان يسهلوا العمليه بتاعه تركيا وبتاعتهم. نشكر ربنا ان الاكراد جم العراق وبيساعدوا الاكراد في سوريا وبيغلبوا، دي خبر حلو من امبارح، بيضربوا وبيغلبوا الدولة الإسلامية في سوريا طبعا بمساعدة القوات الجوية بتاعت أمريكا. في العراق نفس الحكاية، بيتغلبوا في العراق أيضا في الأنبار اللي هي جنب بغداد، بيتغلبوا بمساعدة الطيران والأكراد والجيش العراقي. أخبار حلوة جدا طبعا، بشار الأسد مبسوط جدا من الأخبار دي. وفي تعاون بيتم بين أمريكا وإيران، أوباما بعت رسالة لخميني، الاثنين مصلحتهم يغلبوا الدولة الإسلامية اللي هي السنة، إيران الشيعة طبعا. ففي أخبار كويسة في الأمور السياسية. ومن الأخبار الكويسة كمان جنوب السودان، الدولة المسيحية الناشئة
ابتدوا الناس يوقفوا القتال فيها مع بعض، الحرب الاهليه، وابتدوا يهدوا وياخدوا عهد سلام. اوكي، نشكر ربنا من اجل الاخبار السياسيه. وطبعا تونس كلنا عرفنا ان التيار الليبرالي كسب، ده خبر مهم. مصر في الامم المتحده واضح ان في توصيات لتحسين حقوق الانسان شويه. طبعا مش عايزين يقولوا ان مصر بتمر بظروف صعبه استثنائيه، فلازم يكون في حاجات استثنائيه. ما نقدرش نوقف عقوبه الاعدام، دي موجوده في امريكا كمان مش بس في مصر، بيطالبونا نوقف الاعدام، مش هنوقف، هنرفض، لان امريكا نفسها فيها اعدام ولايات كتيره. واما حاجات تانية هنوافق عليها ونسهلها، كل ده هيبان في خلال كام شهر. مصر هتوافق على حاجات كتيره من التوصيات بتاعه الامم المتحده، وفي حاجات طبعا هنرفضها ومن حقنا. القتل اللي حصل في فض التجمع اللي في رابعه، لازم المصريين يقولوا ان السبب الاساسي ان دول محتلين مدينه في مصر، مش بس كان معاهم اسلحه، دول محتلين مدينه ومعطلين الاحوال التجاريه والمدنيه بتاعه سكان المدينه. تخيل ناس يجي يحتلوا جزء من نيويورك ولا من كاليفورنيا ولا من إلينوي ولا من ديترويت، يحتلوها ويقولوا ما فيش حاجه هنا، احنا هنا مسؤولين. طبعا امريكا هتضربهم على طول بالقوه المسلحه. فاللي عملته مصر في رابعه ده ليجل، ده شرعي، مش بس لان معاهم اسلحه وقتلوا ضباط مصريين وعساكر. الحاجه الاساسيه ان دول محتلين مدينه حلوان، قصدي اللي هي مدينه نصر، محتلين مدينه، معطلين المرور ومعطلين الاشغال ومسببين رعب للسكان. مفيش دوله في العالم تقبل كده، ان في ناس يجوا يحتلوا مكان ويقولوا مفيش مواصلات ويعملوا دوله داخل دوله فمصر عندها سبب ان هي فضت رابعه بالقوه وقالت لهم 100 مره امشوا، مش عايزين يمشوا. طب يعني احوال الناس تتعطل؟ الناس ما تنامش؟ ما تخاف تعدي وتروح؟ طبعا شرعي اللي مصر عملته في مدينه نصر، حاجه شرعيه جدا 100%. حتى لو مات ناس هنعمل لهم ايه؟ يعطلوا البلد يعني؟ مدينه مهمه في القاهره؟ اوكي، دي الاخبار السياسيه، اخبار كويسه. والنهارده عندنا هنكمل انجيل يوحنا 16 15، معرفش 16 هندخل فيه ولا لا، حاجات مهمه جدا. وهجاوب على سؤال مهم جدا اتسال، بيسالوه ناس كتير. الاول نحني رؤوسنا للصلاه، ده سؤال ملوش دعوه بانجيل يوحنا، سؤال مهم جدا في حياتنا الشخصيه. يا ريت نطلب من الرب فعلا فعلا يرشدنا في الدقائق القادمه، ويكون لينا الروح القدس هو اللي يتكلم، يعني لان احنا هنعرف نتكلم نقول ايه، يعني لا نعرف ما نتكلم به ولا ما نعرف ما نصلي من اجله، لكن احنا املنا كله في الروح القدس. عشان كده الرب قال خير لكم ان انطلق. ليه يا رب؟ ان لم انطلق لاتيكم الروح القدس اللي يكون معاكم في كل الاوقات في كل المؤمنين. ربنا هو في الجسد في الارض، ما كانش هو في كل المؤمنين، لكن روح الله اللي هو روح المسيح اللي هو ربنا بيقود المؤمنين في كل حاجه. من اهم الحاجات انه يشرح لنا الكلام اللي هو كتبه، لان الكلام ده كتب من الروح القدس، فما كانش الروح القدس ينوره مين يفهم، مين يعرف يتكلم ومين يعرف يسمع. فنطلب من رب فعلا انه يدينا كلمات حلوه معزيه تقودنا الى الفرح الكامل اللي المسيح قال عنه، كلمتكم بهذا لكي يكون فرحكم كاملا، اتكررت في انجيل يوحنا وفي رسائل يوحنا. الرسول يوحنا ده اهم حاجه عنده المحبه والفرح بصراحه، يعني كل كلامه عن المحبه والفرح، اللي هو بولس حطهم اول حاجتين في ثمر الروح في غلطية 5 في اتفاق كامل، بس يوحنا حطهم تحت الميكروسكوب واتكلم عنهم كتير، حتى انه يقال ان لما رجع من المنفى في جزيره بطمس ابتدى يتكلم تاني عن المحبه. ولما الناس قالوا له انت بتكرر كلام عن المحبه، قال لهم دي اهم شيء، التاريخ بيقول كده، وان انا شايف ان فيكم برضو ناس ما عندهمش محبه، فعايزيني اغير الموضوع، عيشوا المحبه الكامله. رسول المحبه فعلا يقال دايما ان هو يوحنا الحبيب، ورسول الايمان بولس الرسول، ولكنه ايضا رسول المحبه، كورنثوس الاولى 13 كلها بيتكلم عن المحبه. اوكي،
يوحنا ايضا بيتكلم عن الفرح. طبعا بولس بيتكلم عن الفرح، افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا، فيليبي 4. لكن يوحنا ايضا ركز على حته مهمه جدا ما لهاش بولس، ان كلام الرب ومجيء الرب هدفه ان احنا نفرح. كلمتكم بهذا بالذات لما اتكلم على اثبتوا فيا وانا فيكم اللي اتكلمنا عنها المره اللي فاتت، لكي يكون فرحكم كاملا كاملا. اوكي يا سيدنا الرب، يا ريت كل واحد يعني صلاه صامته لمده دقيقه يطلب بركه للكلام وبركه للمتكلم وارشاد للمتكلم. ربنا يتغاضى عن اي جهل وضعف في المتكلم واي سوء فهم في الاودينس، في السامعين، في المشاهدين، وفعلا فعلا يدينا فرح واستناره، لان وصايا الرب مستقيمه تفرح القلب في هذه الدقائق القادمه واحنا بنقرا في انجيل يوحنا 15. يا رب لك المجد، لك الشكر. متكلين على وعدك، لستم انتم المتكلمين لكن روح ابيكم يتكلم فيكم. اشكرك يا رب وامجدك من الاب والابن والروح القدس الى الواحد امين. السؤال اللي اتسال، اذا كان انت زي ما قلت ان الاعتراف لله وحده زي ما قال الانجيل، ومن يقدر ان يغفر خطايا الا الله وحده، ولان عندك المغفره في المزامير لكي يخاف منك، ليه بيقول اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات؟ دي الايه واضحه جدا. اذا واحد انت اخطات في حق واحد تعترف له، مش بس تعترف لربنا تقول له اخطات في حق فلان، لا تعترف لفلان دوت تقول له سامحني انا اخطات في حقك، اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات. دي مهمه جدا. والآية الثانية اللي هي ما حللتموه على الأرض يكون محلولا في السماء، ده بيتكلم على أشياء، دي متى 18، بيكلم كل المؤمنين مش بيتكلم رجال الدين هنا، بيكلم كل المؤمنين، لأن بيقول في نفس الباراجراف وأقول لكم أيضا إذا اجتمع اثنان منكم اثنان أو ثلاثة أكون في وسطهم، بيكلم كل المؤمنين، الكنيسة اللي هي جماعة المؤمنين بيجتمعوا مع بعض، ممكن معاهم طبعا الخصوص ما فيش أي مشكلة، رجال الدين خصوص والأساقفة، وبيقولوا إن هذا الأمر غلط. ما حللتموه، ما مش من، ما حللتموه على الأرض، الأمر ده غلط. يتفقوا على كده بالروح القدس، رأى الروح القدس ونحن إن هذا الأمر غلط أو هذا الأمر صح. خلاص المؤمنين بإرشاد الروح القدس بياخدوا قرار مع بعض في أمور بتحصل في الكنيسة، بيقولوا الأمر ده غلط أو الأمر ده صح. ما حللتموه على الأرض، لان انتوا بتجتمعوا وانا في وسطيكم والروح القدس بيرشدكم، يبقى اللي بتجتمعوا وتقولوا عليه هو ده مظبوط. راى الروح القدس ونحن ما حللتموه على الارض يكون محلولا في السماء، ما ربطتموه على الارض يكون مربوطا في السماء. دي بخصوص اشياء، وبيقول في نفس الباراجراف واقول لكم ايضا اذا اجتمع اثنان او ثلاثه باسمي فهناك اكون في وسطهم. فواضح ان الكلام لكل المؤمنين مش لرجال الدين، وبخصوص امور معي امور، مش بخصوص اشخاص، مش من، ما. اوكي، اما الايه اللي بتقول من غفرتم خطاياه تغفر له، الكنيسه الاولى هي اللي عارفه الخطيه ازاي تتغفر، الناس ما يعرفوش ان الخطيه تتغفر بالتوبه والايمان بدم المسيح، الناس ما يعرفوش كده، الكنيسه هي اللي عارفه، المؤمنين هم اللي عارفين، القصوص بيمثلهم القصوص والاساقفه هم اللي عارفين، التلاميذ هم اللي عارفين، ده كلام للتلاميذ مش معناه سلطان الكهنوت ولا حاجه، ده توما ما كانش معاهم لما الرب قال لهم كده، ده مش موضوع سلطان الكهنوت، مفيش كهنوت اصلا قبل القرن الخامس والسادس، كان في حاجه اسمها قصوص واساقفه مش كهنه، خد بالك. لكن الكنيسه هي اللي عارفه، رجال التلاميذ هم اللي عارفين، واللي وراهم مفيش مانع، هم اللي عارفين الخطيه تتغفر ازاي. واحد جاي يقول انا تايب، يقول انت مؤمن المسيح مات من اجلك، ده غفران خطاياك في الدم، يقول لا ما عنديش فكره الحكايه دي، مره واحد قال لهم ولا سمعنا انه يوجد روح قدس، يقول لا يبقى انت خطاياك مش مغفوره، يبقى دي معموديه يوحنا، لازم تتعمد من جديد، لازم تؤمن المسيح مات من اجلك، لان التوبه والايمان مع بعض.
فمن غفرتم خطايا، يعني اللي تقولوا خطايا مغفورة تبقى مغفورة، مش يعني الناس يجوا يعترفوا بخطاياهم وهم يقرأ لهم التحليل ودي مش موجودة في الكنيسة. ما عملوش كده لما سمعوا الكلام بتاعه ده، ما عملوش كده، ما كانش فيه طوابير اعتراف بالخطايا. ده الكلام ده هنقول تاريخه بدا امتى دلوقتي، ده ابتدى في القرن ال 13. بابا من روما اسمه انوستينوس وتثبت في القرن ال 16، لكن بدا في القرن ال 13. وكل اباء الكنيسه القديسين باسيليوس الكبير ويوحنا فم الزهم بيقولوا ان الاعتراف يكون لله وحده، اباء الكنيسه بيقولوا كده. ده ايمان الكنيسه الارثوذكسيه ان الاعتراف يكون لله وحده، يوحنا فم الذهب وباسيليوس الكبير والكنيسه كلها كانت ماشيه على كده. ما كانش الواحد بيروح يقف قدام القصوص ويعترف بخطاياه، ما كانش بيحصل. اللي داخلين في الايمان لازم طبعا يقولوا ان احنا كنا خطاه وامنا بالمسيح، وكان كثيرين، مش كل، كثيرين من الذين آمنوا يأتون مقرين ومخبرين بأفعالهم قدام كل الناس، قدام كل الكنيسة عشان تطمن ليهم، مش لرجال الدين ويقرأ لهم التحليل، مفيش كلام من ده. ودي مرة بس في دخول الإيمان علني، والكثيرين مش كل، ده بيقول اختباره بس إزاي هو مؤمن. انت مش بتعبد الأوثان؟ آه كنت لكن أنا دلوقتي كنت أعمى والآن أبصر. أدي كل الموضوع. فهم الرسل فهموا الآية دي معناها إيه؟ ما نغيرش مفهومهم إحنا. ما فهموش إن معناها إن هم يغفروا الخطايا، نو. ده الرسل قال، ده بطرس قال لسيمون اطلب إلى الله عسى أن يغفر لك فكر قلبك، لأني أراك في مرارة المر ورباط الظلم. ما قالوش ليه اعترف لي وأنا أرى لك التحليل. بطرس الرسول نفسه قال له اطلب إلى الله عسى أن يغفر لك فكر قلبك، لأن عندك المغفرة لكي يخاف منك. من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده. فالرسل فهموا الآية كده، والتلاميذ فهموها كده، والكنيسة ماشية على كده 1300 سنة. مفيش، ويوحنا فم الذهب قال كده، وكيرلس الكبير قال كده، وكل الآباء القديسين بيقولوا كده. ما كانش في حاجة اسمها سر الاعتراف، ده بدأ في القرن ال 13. بابا من روما، وتثبت في القرن مجمع تريدنتي في القرن ال 16. لكن بدأ في القرن ال 13 1215، بابا إينوستينوس من روما. الكنيسة الشرقية رفضته، اتثبت بعد كده بعد 300 سنة. ما كانش فيه في القرون الأولى خالص لغاية القرن ال 13. أوكي، فده مهم جدا نعرفه، والكلام ده بيقوله حتى سعيد مرقص بكالوريوس الكلية الإكليركية الأرثوذكسية، وطلع من الأوائل على سر الاعتراف. القرن الثالث عشر بابا اسمه إينوسنت، بابا روما وليس الإسكندرية، قال الاعتراف لازم وللكهنة حق غفران الخطايا. ده في القرن الـ13 رفضها فم الذهب ورفضها كيرلس الكبير خالص، واعتبر الاعتراف سرا من الأسرار السبعة لم يحدث إلا في سنة 1550 بموجب أحد قرارات مجمع تريدنتي في روما برضو. حاجة واضحة واتكتبت في كتاب ريحانة النفوس في أصل المعتقدات والطقوس الأسيس بنيامين، دي حقائق في التاريخ. أنا بكلمك على التاريخ وبكلمك على إيمان الكنيسة بتاعتنا الأرثوذكسية الأولى، ما كانش تؤمن بالحاجات دي لغاية القرن ال 13. فأدي معنى من غفرتم خطاياه. هم فهموها إزاي؟ فهموها زي ما أنا بقول لك، هم اللي بيعرفوا الخطايا بتغفر إزاي. فلو واحد قال أنا عندي إيمان وما عنديش توبة، يقولوا لا خطاياك مش مغفورة، اطلب لربنا حتى أن يغفر لك فكر قلبك. لو واحد قال أنا عندي توبة وما عنديش إيمان بالدم، خطاياك مش مغفورة. فهم اللي عارفين، فقال لهم اللي تقولوا خطايا مغفورة يبقى مغفورة، مش هم يغفروا. هم يعني إيه من يقدر أن يغفر إلا الله وحده؟ وهم كانوا بيحولوا الناس على ربنا. فالكلام واضح جدا في تاريخ الكنيسة وفي كل آيات الكتاب المقدس. واللي حصل إيه بالظبط كان كده كل لغاية القرن ال 13. وادي سعيد مرقص في كتاب الأسرار بين التقليد والإنجيل، بكالوريوس الكلية الإكليركية للأقباط الأرثوذكس، كتب كتاب وضح فيه الحكاية دي وقال التاريخ، يعني قال التاريخ. وزي ما قلت لك فم الذهب وباسيليوس الكبير، القديس باسيليوس الكبير، أنا قلت كيرلس، باسيليوس الكبير وفم الذهب، يوحنا فم الذهب
قالوا الاعتراف يكون لله وحده وليس لرجال الدين. اوكي. جيل يوحنا 15. انا هو الكارما الحقيقيه. اللي بيؤمن الاعتراف لربنا فقط ده ارثوذكسي. ده ماشي على الكنيسه الارثوذكسيه الاولى. ماشي على الكنيسه الام الرسوليه الجامعه الواحده الوحيده. ده انسان ماشي صح اللي بيعترف لربنا فقط. الارشاد الروحي للمتقدمين في الايمان طبعا، اطيعوا مرشديكم في الرب، في ارشاد، بس مش اعترف بالخطيه عشان تتغفر. نو ما كانش في الكنيسه كده خالص. انا هو الكارما الحقيقي. انجيل يوحنا بقى المجد بقى. ليه؟ لانه ايجو ايمي، انا هو زي ما قلنا. هنا بيقول اللي وقفنا عندها مش هنتكلم عنها كتير، هنشوف غيرها، بس لان اتكلمت عنها اوريدي. انا هو الكارما الحقيقيه. اسرائيل كان اشاره للكارما، خلاص ربنا رفضها لان خلاص ما جابتش ثمر. والمسيح هو بقى الكارما الحقيقيه، والمسيح اختار 12 وبعدين اختار كل المؤمنين. آمن الذين كانوا معينين للحياة الأبدية، اختار المؤمنين اللي آمنوا اللي تابوا. أي واحد يتوب ويؤمن يبقى من المختارين، مش ربنا يعني بيختار ناس ويسيب ناس، نو. بس اسمهم مختارين، اسمهم معينين للحياة الأبدية. آمن الذين كانوا معينين للحياة الأبدية. طب احنا قلنا من يقبل إلي لا أخرجه خارجا، بس معروفين اللي هيقبلوا. فدولت هم أخصان في الكارما، عشان كده قال اثبتوا فيا وانا فيكم. وختمنا الكلام الاسبوع اللي فات ان انا المفروض كمؤمن اول حاجه اقولها في صباح كل يوم انا فيك يا رب وانت فيا. افتكر كلام الرب انتم فيا وانا فيكم. اليوم يتغير، اليوم يتغير لما افتكر كلمه الرب انتم فيا وانا فيكم، والامر بتاعه اثبتوا فيا وانا فيكم. يعني اثبتوا فيا، يعني خليكم مؤمنين بكده طول اليوم ان انا فيا وانا فيك. اثبتوا، اثبتوا في الحقيقه دي. وطبعا انا قلت في شروط، مش بس الايمان ان انا في المسيح والمسيح فيا، جايز يكون في معطل يمنع تدفق العصير السماوي، تدفق ملء الروح القدس. ايه المعطل ده؟ الخطيه طبعا معروفه. إن رأيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب. دي معروفة. ما يقدرش واحد يقول أنا عايش في الخطية، عندي خطية مش هسيبها، لكن أنا في المسيح والمسيح فيا. نو. مش هتشعر بيها، مش هتاخد قوتها. حتى إن كانت حقيقة مش هتتمتع بيها. أعضاء في الجسد، لكن لو في عدو وفي انسداد مفيش الدم مش هيوصل له. لو في انسداد في شريان رايح القلب، حته في القلب مش هيجي لها دم. او في المخ، او في الايدين، او في الرجلين. الاعضاء في الجسد والمفروض تمتلئ بالدم وبكل حاجه، ده ملء الروح القدس. لكن لو في انسداد لازم يتشال بس كده والدم يتدفق. مفيش داعي ان انا اقعد اطلب، ونفسها فكره الامتلاء بالروح القدس، احنا مملوئين فيه، نفس الفكره. مفيش داعي ان انا اقعد اطلب من ربنا، دي بتشوفها في اجتماعات كتيره وفي مجموعات كتيره، اللي هي ايه؟ اقعد اطلب من ربنا بالحاح. يا رب املأني بالروح القدس، يا رب املأني بالروح القدس، مستنيين حضورك يا رب عشان نشعر بحضورك ونمتلئ بالروح القدس. دي كلها حاجات يعني ظواهر غير مسيحيه. ليه؟ لان انت بتقول عايز امتلئ بالروح القدس، طب ما ده ربنا بيقول لك امتلئ بالروح القدس، امتلئوا بالروح. انت بتطلب منه يملاك بالروح وهو بيطلب منك تمتلئ بالروح. طب ما تمتلئ، حقاش يكون معطل خطيه، او حقاش يكون عدم ايمان. ممكن ما فيش معطل، لكن عدم ايمان ان احنا فعلا مملوئين فيه. مجرد ما تقول انا مملوء بالروح القدس تؤمن بكده، انت مملوء على طول. دي حقيقه الامتلاء بالروح القدس، دي وعد وحقيقه وامتياز لكل المؤمنين، لدرجة إن ربنا بيقول لهم امتلئوا بالروح، لأن دي حقيقة. عيشوا في الملء. خد بالك.
كلوسي، نحن رسالة بولس لأهل كلوسي، نحن صح اثنين أعتقد، نحن مملوئين فيه. يعني وإذ نحن فيه فنحن مملوئين، ده شيء طبيعي. الامتلاء بالروح القدس ده شيء طبيعي لكل المؤمنين إلا لو في معطل. المعطل يا خطية يا عدم إيمان بالحقيقة نفسها. هي دي المسيحية، ربنا ادانا كل حاجة. تطلب من ربنا يملك بالروح بعد يوم الخمسين؟ يوم الخمسين ده معناه ايه؟ بداية الكنيسة والملء بالروح ومعمودية الروح القدس، كل ده يوم الخمسين. تطلب من ربنا يملك؟ طب ما تمتلئ. بيقول لك امتلئ بالروح، تقول له املاني؟ طب ما تعيش في الملء. زي ما بالظبط، زي الخلاص بالظبط. كلها حاجة واحدة. واحد يقول ربنا ايه؟ خلصني. آمن تخلص. ايه اخلصك؟ طب ما انا خلصتك على الصليب. خد من بركة الصليب والقيامة. املأني، خد من بركة يوم الخمسين. بتقول لي املأني؟ طب ما انا يوم الخمسين ده معناه ايه؟ هو ده للتلاميذ بس واللي كانوا معاهم؟ نو، لكل المؤمنين، الكنيسة كلها. احنا مملوئين فيه. يعني وإذ نحن فيه فنحن مملوئين. العد ويطلب من الرأس ان تملاه بالدم؟ طب ما تمتلئ، ما انت في الجسد، ده اعضاء في الجسد. الحته دي سريه وعميقه وحلوه جدا، وتوفر علينا مشاكل كتير وطلبات كتير. يعني ما تطلبش امتلئ بالروح، لا ما تطلبش تمتلئ بالروح. عيش الملء بالروح بالايمان وازاله اي معطل طبعا. وازاله اي معطل طبعا. الخلاص هبه، هي نفس الفكره. مرة سبيرجن عايز أو مودي عايز يأكد لهم إن الخلاص هبه، يقول لهم دي عطية خدها مجانا. فعايز يوضحها فقلع الساعة اللي في إيده، مودي ولا سبيرجن، وقال زي بالظبط أنا دلوقتي الساعة دي هدية، اللي عايز ياخدها ياخدها، ياخد الساعة دي. التاريخ بيحكي مودي في شيكاغو، محدش راح كتير، واحد طفل سمعه بيقول كده، الناس طبعا ابتسموا كبار، ساعة قيمة. فراح الطفل سمعه بيقول كده، راح واخدها زمان. قال لهم هي دي العطيه مجانا. الملء بالروح زي الخلاص، نفس الحكايه. ما الخلاص برضه ما تقدرش تاخد العطيه لو في معطل، عدم الايمان او عايز اعيش في الخطيه، خلاص. مش هتتمتع بالخلاص ولا ولادك جديده. لان الرب بيقول توبوا وامنوا بالانجيل، في شرط التوبه والايمان. خد بالك. اثبتوا فيا وانا فيك، والذي يثبت فيا وانا فيه هذا ياتي بثمر كثير. والثمر معروف، مش بس الخدمه. الثمر هو اساسا ثمر الروح. الذي يثبت فيا وانا فيه هيلاقي نفسه عنده محبه وفرح ووداعه وسلام. اكتر ناس كتبوا على الحاجات دي اندرو موري. اندرو موري من اقدم معلم الكنيسه في الحاجات دي، كتب كتاب اسمه الثبات في المسيح، اثبتوا فيا او الكارما الحقيقيه، حاجه زي كده. انا قريته من زمان، كتب كتير، جمعيه خلاص النفوس للنشر، فتش الكتب او الكتاب السنوي الاثنين، الثبات في المسيح، اثبتوا فيا، الكارما، حاجه زي كده. الثبات في المسيح عنوان معروف ده لاندرو موري. كل القديسين كتبوا على الحاجات دي من كل الكنايس، لان دي من اهم الامور. اثبتوا فيا وانا فيكم، عيشوا فيا كل يوم وانا عايش فيكم اوريدي. اتمتعوا بوجودي فيكم، امنوا بوجودي فيكم. اغسطينوس كان فيه ست عاهره اللي كان عايش في الخطيه معاها، خبط عليه الباب بعد ما اتولد ولاده جديده. ما كانش بيفتح الباب، ما كانش بيرد. هي عارفه انه جوه، عماله تخبط. في الاخر رد عليها، قال لها انت عايزه مين؟ فتح لها الباب. قالت له عايزاك انت اغسطينوس. قال لها اه انت عايزه اغسطينوس اللي مات. مين اللي بيكلمني دلوقتي؟ قال لها ده المسيح في اغسطينوس، المسيح يحيى فيا، انا مع المسيح صلبت، انا مت. يعني الاشياء العتيقه قد مضت، نفس المبدا. في رومية 6 وغلاطية 2، انا مت، اللي دلوقتي بيكلمك المسيح في اغسطينوس، انا المسيح يحيى فيا، نفس المبدا. مبدا رومية 6 وضحها جدا واتش مني في كتاب لا انا بل المسيح، ترجم بكذا لغه. اللي هي ايه؟ حقيقه ايه؟ رومية 6، احسبوا انفسكم امواتا عن الخطيه. كل الحاجات دي مبدا واحد.
زي سبوتيفاي، احسبوا انفسكم امواتا عن الخطيه. ازاي انفسنا عن الخطيه؟ لانها حقيقه. واتشماني بيوضح انها حقيقه. واتشماني كان بيصارع يتخلص من خطيه معينه، هو بيحكي الاختبار ده. مرة هو بيصلي بيقول جالي صوت الروح القدس، معش كده الروح القدس أهم حاجة. الروح القدس أهم حاجة في حياة المؤمن وحياة الكنيسة، أهم حاجة. ده روح المسيح، روح الله، عايز إيه تاني؟ فابتدى صوت يجي لي يقول لي أنت بتطلب إيه يا واتش مني؟ قال له بطلب إن أنا أتخلص من الخطية دي. قال له هو جالي صوت بيقول له هو أنت حي بالنسبة للخطية دي؟ عشان تتخلص منها أو ما تتخلصش منها؟ انت اصلا ميت بالنسبه للخطيه دي، فازاي هي تاثر فيك وانت ميت اصلا يعني؟ واتشماني ده في القرن العشرين، ده قريب قوي، 30 40 سنه، واندرو موري قبليه بشويه. المهم اندرو موري الكنيسه الخمسينيه، واتشماني يميل لكنيسه الاخوه اللي هم مختلفين مع بعض في بعض العقائد في الجانب المسيحي، والاثنين نفس التعليم الروحي. واغسطينوس كنيسه كاثوليكيه. ونفس كلام ابو مقار الكنيسه القرن الثالث والرابع. نفس الكلام نفس المبدا في كل المسيحيين اللي في العالم. اللي هو ايه؟ مع المسيح صلبت فاحيا لا انا بالمسيح يحيا فيا. واحد راح لابو مقار او مش فاكر مين وقال له انا بصارع من اجل الخطيه، يعني واحد مثلا بيهاجمني بيشتمني بنفعل بتضايق. قال له يبقى انت حي لسه. قال له يعني ايه حي وميت؟ قال له الرسول بيقول احسبوا انفسكم امواتا عن الخطيه. لان دي حقيقه، مش يعني ما يقولهمش احسبوا حاجه مش حقيقه. يجوا يحسبوها ما تنفعش. بيقولهم احسبوا حاجه حقيقه. لأن احنا مع المسيح متنا عن العالم وعن الخطية. ما هو ده معنى الصليب. ناس يفتكروا الصليب ان اللي هو المسيح مات من أجلنا فقط. طبعا دي حقيقة معروفة اتقالت في الإنجيل 100 مرة. لكن الصليب معناه أيضا ان احنا متنا مع المسيح. رومية 6 رومية 3 مات من أجلنا، وكل الإنجيل وكل الإنجيل أيضا روميا وغلاطيا ان مع المسيح لما المسيح مات انا مت فيه، مت معاه لان كان متحد بيا لما مات. لان اللي مات هو الانسان يسوع المسيح، الله لا يموت. اما فيش انفصال باللاهوت والناسوت خالص، لا لحظه واحده ولا طرفه عين، لكن اللي الموت وقع على الانسان يسوع المسيح. دي معناها ايه؟ معناها وقع عليا انا. هو المسيح اتحد بيا وبيكي وبيك. المسيح اخذ جسدي وجسدك وجسدك. المسيح اتحد بانسانيتنا، هو ده النسوت في المسيح. المسيح لاهوت ونسوت، اللاهوت مالناش دعوه بيه، ده الله. احنا بني ادمين، احنا اناس. طب والنسوت هو انا وانت وانت. ده معناه ايه؟ معناه ان الله اتحد بيا وبيكي وبيك، هو ده المسيح. اتحد الله بالانسان، الانسان اللي هو مين؟ اللي هو انا وانت وانت. فلما المسيح مات على الصليب النسوت طبعا الله لا يموت، لما مات على الصليب انا مت معاه، انا مت فيه مع المسيح صلبت. ازاي؟ بكل تاكيد، لان المسيح لما اتصلب انا اتصلبت معاه. هنرجع لقصه الراهب شويه اللي قال له انا بغضب دي، بس نكمل الحته التعليميه دي مهمه جدا. ما هو ده الانجيل كله بالنسبه للمؤمن، الانجيل كله ده تعليم واتشمانية، تعليم القديسين في كل المذاهب، وتعليم اندرو موري ده التعليم المسيحي، كل رجال الله بيقولوه في كل بلاد العالم في كل الازمنه. لان ده تعليم الانجيل، ده الانجيل بالنسبه للمؤمن. الانجيل بالنسبه للخاطي المسيح مات من اجلك على الصليب. الانجيل بالنسبه للمؤمن اوريدي امن اوريدي مولود من الله اوريدي عضو في جسد المسيح، الانجيل بالنسبه له مش المسيح مات من اجلك على الصليب بس، نو انت مت مع المسيح. الانجيل بالنسبه لي وبالنسبه لك وبالنسبه لك هو غلطية 22، مع المسيح صلبت فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا.
يعني بولس هو بيقول الآية ديت كان بينظر إلى الصليب والقيامة. يعني مع المسيح صلبت، كان بينظر إلى الصليب وقال مع المسيح صلبت، وبينظر إلى قبر الفارغ القيامة وبيقول فأحيا. لا أنا طبعا، لأن أنا أوريدي قلت لك أنا مت وصلبت، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. فالقيامة هي المسيح يحيا فيا. الصليب هو احسبوا أنفسكم أموات مع المسيح صلبت. طب والقيامة المسيح يحيا فيا ليه؟ دي حتة مهمة جدا، أنا قلتها في عيد القيامة، لأن المسيح لما قام قام بيا، قام بالناسوت اللي اتصلب بيه. الحتة دي مهمة جدا. ما قامش بجسد ممجد، نو 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 نو، يبقى ضيعت نصيبي. يبقى أنا ما استفدتش حاجة. لما صعد ده جسد ممجد، وده اللي هيحصل لي في الاختطاف لما أصعد للسماء، لكن المسيح لما قام قام بجسدي وجسدك. ودي المسيح كان بيركز عليها جدا، لأن هي دي أساس الاعتقاد بأن المسيح يحيا فيا، إن أقامنا معه، أقامنا معه، إحنا البني آدمين، إحنا الناس، أقامنا معه. شفت بقى؟ مش بس متنا معه، نو، أقامنا معه. عشان كده المسيح كان بيركز على الحتة دي بكل الطرق، لدرجة إنه ظهر للتلاميذ معهمش توما. ليه؟ عشان لما توما بعد كده يجي يقول له تعالى المس ايدي اهو، الجنب اهو، الايد اهو. يبقى ده الجسد ايه؟ الممجد؟ لا، ده جسدي وجسدك. قام بنفس الانسان اللي اخده الصليب طلع معاه بالقيامه. انا وانت وانت. دي اهم حاجه، دي معناها المسيح يحيا فيا، لان انا قمت معاه، دي معناها ان انا قمت معاه. ان كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس. يعني ايه قمتم مع المسيح؟ زي ما هي بيقول لك ان احنا قمنا معاه، يبقى متنا معاه وقمنا معاه. لو قام بالجسد ممجد انا ما قمتش معاه. عشان كده قصد، وقصد يظهر لهم في بحيره تبرك، كل ده بعد القيامه، وهم يقولوا ده روح، يقول لهم لا، الروح ليس له لحم وعظام، ده مش روح ولا حاجه، ده الانسان. وينزل وياكل معاهم. الجسد مجد لا ياكل ويشرب، خلاص ملكوت الله ليس اكلا وشرب. لما ناخد جسد ممجد زي فيليب 3 ما قال، يتغير شكل جسد تواضعنا، ده جسد متواضع، ده بيعيا وبيجوع وبيتعب، لكي نصير على صوره جسد مجده. خلاص ده جسد ممجد، ده التمجيد بقى. من مره قلت كل القديسين قالوا دي معروفه، التبرير والتقديس والتمجيد. الاختطاف جسد ممجد، ده جزء من الخلاص. سيرتنا نحن في السماويات التي منها ننتظر مخلصا، هو الرب يسوع المسيح، ده جزء من الخلاص الذي سيغير شكل جسد تواضعنا لكي يسكن على صورة جسد مجدي. بدأت خلاص، بس ايه؟ التمجيد، مش التبرير ولا التقديس، ده خلاص من الجسد دوت، مش من الخطية او من الدينونة. خلاص من الدينونة ده التبرير، الخلاص من الخطية كل يوم ده التقديس، الخلاص من الجسد نفسه، الجسم يعني، ده التمجيد، تاخد جسد مجد زي جسد المسيح. ده ما حصلش في القيامة، ده حصل في صعود المسيح، لكن في القيامة قام بنفس الجسد بتاعنا. تقول لي دخل الناس ما حسوش بيه، ده جسد مجد، نو نو نو. طب ما كان وهو حتى في الأرض قبل الصليب كان بيحاول يمسكوه يختفي، مش مشكلة دي انه دخلوا ابواب مغلقه، يعني مش مشكله دي، دي كان بيعملها قبل الصليب بقوه لاهوته. لكن كان بياكل ويشرب بعد القيامه. الجسد مجد ما ياكلش ولا يشرب، ناخد جسد مجد ما فيهوش معده، مش هنجوع. والجسد المجد ما يقومش بالجروح بتاعت الجسد الاولاني قبل الموت، قبل موت القيامة، نو. بتختفي الجروح دي. افرض واحد مجروح هنا واخد جسد مجد، الجرح هيكون موجود؟ طبعا لا، جسد مجد ده جسد تاني. ده زي الملائكة، ما فيهوش جروح، لكن المسيح قام بالجسد، لما قام كان فيه جروح موجودة. شوف المسيح مرتب كل حادثة دي، مرتب توما مش موجود، ومرتب بحر طبرية يقول لهم الروح ليس له لحم وعظام،
كسوني انا لحمه عظام ومرتب يطلع ياكل معاهم عشان يقول لنا حاجه واحده، انه قام، ان احنا قمنا فيه، اقامنا معه. افسس اقامنا معه، يبقى انا مت مع المسيح وقمت مع المسيح. ادي بقى غلطية 22، مع المسيح صلبت فاحيا. ما انت قلت انك صلبت ومت، ما هو انا اسمع بقيه الايه، فاحيا لا انا، ما انا بقول لك لا انا اهو بلحقك، بل المسيح يحيا فيا. هو دي بقى اثبتوا فيا وانا فيكم. لما احنا قمنا مع المسيح واخدنا الروح القدس يوم الخمسين، البشريه كلها، البشريه كلها اليوم بالمسيح يعني اقتبلت الموت في الصليب. المسيح اتحد بالبشريه كلها، كل انسان يؤمن، يؤمن طبعا. فالايمان اساس كل شيء. دي معروفه دي، لان بدون ايمان لا يمكن ارضائه. بس المسيح اتحد بالانسان بالبشريه كلها، والبشريه قامت معاه، والبشريه كلها اللي يؤمنوا بيه تقبلوا الروح القدس، روح الله. ده الامتلاء بالروح القدس، دي معموديه الروح القدس، دي تكوين جسد المسيح. جميعنا سقينا روحا واحدا، كل المؤمنين، ده الكنيسه اللي هتكلم عنها بعد اسبوعين، كل المؤمنين مختلفين في العقيده مش مهم. اي انسان مولود من الله بالتوبه والايمان بدم المسيح، ده عضو في جسد المسيح. جميعنا سقينا روحا واحدا، وجميعنا اعتمدنا الى جسد واحد بروح واحد، اللي هو الروح القدس. ادي المعموديه بالروح القدس، دخول الانسان جسد المسيح يوم الخمسين، تكوين جسد المسيح. ليه؟ لان من غير روح القدس مفيش جسد المسيح، في جسدي انا وجسدك انت، لكن لازم الروح القدس روح المسيح يتحد بينا. ده يوم الخمسين. فدلوقتي واضح من هنا ان انا بعيش حقيقه. عشان كده الراجل بتاع الشاب اللي كان بيخطئ ده، الراهب قال له عايز يعلمه درس عملي، قال له روح ان هو يعني لما واحد يشتمه ما يتضايقش. ما كانش بيرد عليه، قال له ما بردش عليه، ما بشتموش، لان الرسول بيقول لا تجازوا عن شتيمه بشتيمه. قال له طب كويس، بس بتضايق ان شتمني. دي كلها بتحصل لنا الحاجات دي، لكن دخل في الاختبار بيقول لك عليه مش هتحصل له، لانه ميت عن ذاته وميت عن الخطيه. مش بس ميت، الموت ده موت عن الذات وعن العالم، اللي هو العالم بالخطيه يعني، الاشياء اللي في العالم ضمنها الذات والكبرياء والخطيه. فقال له انا هقول لك درس عملي، روح المقابر اللي جنبينا دي وارمي عليهم زلط. قال له ما يصحش يا ابانا، قال له اسمع الكلام، راح رمى عليهم زلط. رجع قال له رد عليك؟ قال له لا. قال له ليه؟ قال له انهم ميتين هيردوا ازاي؟ قال له طب اتضايقوا؟ قال له اتضايقوا ازاي وما عندهم شعور بالضيق، ده ميتين. قال له كن انت هكذا، لان انت ميت عن ذاتك اللي كبريائك بيتجرح، وتقول كبرياءه الجرح، شعور الجرح ده شعور الانسان الطبيعي. خد بالك الموضوع عميق جدا. يعني واحد يشتمني ما اتضايقش؟ المفروض ما اتضايقش. لا، الواحد يشتمك تضايق ليه؟ تضايق ليه لما يشتمك؟ اتجرحت يبقى انت عايش لسه، يبقى الذات عايشه لسه. دي حاجات عميقه قوي بننمو فيها كلنا يوم برا يوم، مش كلنا كاملين، خد بالك. بس ده اختبار عميق جدا. ليه انت اتضايقت لما واحد شتمك او اخد حقك؟ اللي بيتضايق هنا ده ذاتك، يبقى الذات عايشه، ما ماتتش، يبقى انت ما موتش لسه. ما هو الموت لازم موت عن الذات. اف بي ماير كتب عن الحاجات دي كلها، خمسه التزامات للحياه المسيحيه، واتكلم عن الموت عن الذات. طبعا واتش مانيوم اندروبوري وسبيرجن وكل الناس، وفم الذهب وباسيليوس الكبير والرهبان، كله كتب عن الحاجات دي. دي معروفه، الموت عن الذات. يبقى الموت عن العالم وشهوات العالم وتعظم المعيشه، والموت عن الذات، والموت عن الخطيه. شيء طبيعي لو واحد ذاته ميته، هي ازاي يعمل خطيه؟ ما الذات ميته، ما بتحسش لانها ميته، ما بتشتهيش لانها ميته. بقول لك اختبار بننمو فيه يوم ورا يوم. اذا انا ما عنديش كده كل الحاجات دي، مش معنى كده ان انا يعني وحش، لكن لازم اتعلم يكون عندي يوم ورا يوم. انساننا الداخلي يتجدد يوما فيوما، بننمو في النعمة يوما فيوما. أهم حاجة في النمو في النعمة
الوجود في المخدع وقراءه الانجيل طبعا، الحقائق الروحيه نعيشها والمواعيد، بس اهم حاجه المخدع، الوجود في محضر الرب. لو عندي نص ساعه ما اقدرش اقرا الانجيل واصلي، اصلي. في ناس اهم حاجه عندهم دراسه الكتاب المقدس، نو انا مش اهم حاجه عندي مش كده، دي حاجه مهمه جدا بعملها كل يوم، لكن دي مش اهم حاجه. اهم حاجه مخدع الصلاه. طبعا انت عارف الكنيسه الاولى ما كانش عندهم كتاب مقدس كله، العهد القديم بس، العهد الجديد ده كان بيتكتب لسه يعني. ده انجيل يوحنا اتكتب في نهايه القرن الاول بعد 90 سنه من ميلاد المسيح. وفي لغايه النهارده حتت في الصين ما عندهمش كل الكتاب المقدس. ومجاهل افريقيا. ده كان عندهم المسيح لو امنوا بيه. انا لما دخلت السجن 6 اسابيع ما كانش عندي الكتاب، اخدوه مني. طب وانقطعت علاقتي بالله؟ طبعا لا، كنت بصلي كل يوم. فرحان بالرب بعد 3 ايام يعني، اول 3 ايام كنت خايف. لغايه ما ابتديت اشكر ابتدى يجي لي فرح. فخد بالك من الحكايه دي، الصلاه يقول لك الحاجتين دول اساسيين، ذاتس رايت. مفيش حاجه اسمها ايه؟ لما انت الكتاب المقدس ربنا بيكلمك ولما تصلي انت بتكلمه. سيبك من الوصفه دي. انت ممكن تصلي ربنا يكلمك مش انت اللي تكلمه، وده اعمق حاجه في الصلاه. تكلم يا رب لان عبدك سامع. ممكن الكتاب المقدس تصلي انت تكلم ربنا، تقرا ايه وتكلمه عليها، فالاثنين داخلين في بعض. الروح القدس داخل في الاثنين. لكن انت وانت ماشي في السكه وانت في الشغل ما عندكش كتاب مقدس بتقراه، لكن عندك ايات منه وعندك المسيح موجود معاك. جعلت الرب امامي في كل حين، ما تقدرش تحط كتاب مقدس امامك في كل حين، لكن الرب كشخص. الصلاه اهم حاجه. الوجود في حضره الله بلا انقطاع. وده معنى اثبتوا فيا وانا فيكم. وبعدين مش لازم يعني تدرس الكتاب المقدس كانسان لاهوتي، لا مش مطالب انت بكده. ده المعلمين في الكنيسه يعملوا كده، مش كل واحد مؤمن لازم يعرف كل ايه معناها ايه، مش لازم. المؤمن اللي هو مش مدعو لموهبه التعليم والخدمه التعليميه مش لازم يدرس الكتاب المقدس كله كل ما كلمه، مش لازم. يقرا الكتب الروحيه بيعملوا كده، لكن مش لازم هو يكون دارس متعمق والكلمه دي بالعبري ايه ولازم كل ايه معناها ايه، انت مش لازم تعرف كل الحاجات دي. دي للمعلمين. انت بتسمع للمعلمين، ما هو ده فايده المعلمين، وتعلم منهم. عندهم موهبه الروح القدس. مش الوعاظ المعلمين، الوعظ ففي الوعظ، المعلم في التعليم. الوعظ يشجعك على الصلاه. يشجعك على الخدمه. يشجعك على قراءة الكتاب المقدس، ده الواعظ. يشجعك على حياة المحبة والقداسة والفرح، يشجعك عليها. المعلم يشرح لك ازاي تعمل كل الحاجات دي. تعليم يقول لك ازاي تصلي، ازاي تقرا الانجيل، ازاي تخدم. ازاي تعيش في معهدات تعليم. الاثنين مواهب الروح القدس والاثنين موجودين في الكنيسة. الفكرة الوحيدة الفرق بينهم ان القس او الاسقف لازم يكون عنده موهبة التعليم. صالحا للتعليم، مش لازم يكون عنده الوعظ، مش لازم. لكن لازم يكون عنده التعليم. لو ما عندوش الوعظ ما يمنعش انه يكون قسيس في الكنيسه. لكن لو ما عندوش تعليم يمنع. لان من مواصفات الاسقف، اسقف القس تقريبا حاجه واحده. صالحا للتعليم، مش لازم صالحا للوعظ، لا. احسن لو عنده الاثنين، لكن التعليم اساسي. فهنا دلوقتي اثبتوا فيا وانا فيكم يكمل فرحكم، اللي هي العلاقه الشخصيه الحميمه مع المسيح. احسبوا انفسكم امواتا عن الخطايا ولكن احياء لله في الموت والقيامه مع بعض بالمسيح يسوع ربنا. هي دي في المسيح يسوع او بالمسيح، الحكايه واحد، احياء في المسيح. ده بيتكلم على اختبار يومي، مش يعني احب المسيح يعني خدنا الحياه الابديه، ما دي مفهومه دي، لكن ده بيتكلم على اختبار عملي كل يوم. احسبوا انفسكم امواتا للخطيه كل يوم ولكن احياء لله في المسيح يسوع ربنا او بالمسيح يسوع ربنا. هي حاجه واحده، في المسيح او بالمسيح حاجه واحده. احنا في المسيح عشان يمثلنا امام الاب،
والمسيح فينا عشان نمثله امام الناس. التليفونات مفتوحه، اي واحد عنده تعليق، عنده تامل، عنده سؤال، كل حاجه مفتوحه. كده خلصنا اثبتوا فيا وانا فيكم. من اهم حاجه في الثبات في المسيح انا قلت الصلاه، وقلت حاجه تاني حفظ الوصيه. ده برضو يخلينا نرجع ليوحنا 14، الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني. خد بالك، والذي يحبني يحبه ابي وانا احبه واظهر له ذاتي. وبعديها بايتين قال ان كان احد يحفظ كلامي هذا الذي بيحبني ويحبه ابي واليه ناتي. ما قالش بقى بصيغه المفرد اظهر له ذاتي، قال واليه ناتي. الثالوث بقى هنا، وعنده نصنع منزلا. هو ده الثبات في المسيح، انا فيكم وانتم فيا. اساسيه في الموضوع حفظ الوصيه، الصلاه والانجيل. مش كفايه، ما انت بتصلي وتقرا الانجيل ليه؟ عشان تحفظ الوصيه. عشان كده قال ان ايه، تحفظت وصاياي تثبتون في محبتي. ما هو من غير حفظ الوصيه ما انت مش هتقدر اصلا تعرف تصلي. الصلاه هتبقى مقفوله. وحتى الايمان ان انا في المسيح والمسيح فيا، وان انا مملوء بالروح كل وقت كل دقيقه كل يوم وبصلي بالانقطاع، هيبقى مقفول. ليه؟ ده زي ما قلت لك في الاول، في خطيه. فحفظ الوصيه يمشي مع الايمان والبركات الروحيه. ممكن انا مش كامل في حفظ الوصيه، مش ده المطلوب. المطلوب ان انا الوصيه قدامي وبحفظها، بحاول احفظها بكل ما املك من ايمان ومن عمل وكله، وفي نفس الوقت انا بنمو، وفي نفس الوقت انا مش مصر على خطيه معينه. ربما السلوك الكامل ياخد وقت، وده شيء طبيعي، لكن القلب الكامل المفروض ما ياخدش وقت. يعني كونوا كاملين مقصود بها اساسا في القلب، يتشدد مع الذين قلوبهم كامله من نحو. والسلوك ياتي يوم ورا يوم، نتكمل، نصير من كمال الى كمال. طبعا كونوا كاملين مقصود فيها السلوك، لكن اساسا القلب هو ده اللي هيؤدي للسلوك. فحفظ الوصيه اهم حاجه فيها لا اراعي اسما في قلبي، وابتدي اصلي. فالصلاه بقى الروح القدس يشتغل فيها ويغيرني، يتجدد الانسان الداخلي، يتجدد يوما فيوما ليكون على صوره شبه المسيح. دي عمليه يوميه بتتم، الكمال في السلوك، لكن مطلوب وممكن، شيء طبيعي. من قال انه ثابت فيه، برضه بيتكلم على الثبات في رساله يوحنا برضه، ينبغي انه كما سلك ذاك يسلك هو ايضا. شفت بقى سلوك؟ يعني يقول المسيح يحيى فيا يشتم ليه، يتخانق ليه، يزني ليه، يسرق ليه، يكذب ليه؟ هو المسيح بيعمل الحاجات دي؟ نو، دي الذات اللي بتعملها. فاذا كان الذات ميته والمسيح يحيى فيا، ده تعليم معروف بنتعلمه واحنا صغيرين، بس بندركه كل يوم اكتر واكتر. حلو قوي حكايه اظهر له ذاتي دي، ويحبوه ابي واليه ناتي وعنده نصنع منزلا، يعني مستقرا. نستقر في حياته، نستقر في حياته. يعني ده معنى الثبات. أندرو مور بيقول الرب ليه وصيتين مهمين، تعالوا إلي واثبتوا فيا. أنت لما تجيلي مش هتمشي بعد كده، هتقعد معايا. الاتنين مرتبطين ببعض. تعالوا إلي وأنا أريحكم، واثبتوا فيا وأنا أريحكم طبعا، وأثبت فيكم وأصبر فيكم. المسيحية علاقة عميقة جدا بالإنسان وربنا. مفيش إيمان عنده العلاقة دي، مفيش ديانة عندها العلاقة دي. والمسيحية ديانة ولا علاقة شخصية؟ الاثنين. إيمان أنها تكون ديانة، يعني أمور يعتقد بها الإنسان، يعني يدين بها، عقائق وعقائد، مفيش أي مشكلة. الديانة النقية عند الله الآب هي هذه، اتقال عليها ديانة. ما أحبش واحد يقول المسيحية مش ديانة، المسيحية علاقة شخصية. ودي تمنع دي ليه؟ الاثنين، المسيحية الاثنين. لأن الديانة معناها أمر يدين به الإنسان، يدين له ويدين به ويعتقد فيه. ببساطة كده. عشان كده الرسول يعقوب قال
الديانة الحقيقة عند الله الآب هي هذه. فما فيش ديانة، ما فيش لأن ده فكر سماوي، هي فكرة إنها ديانة سماوية مش ديانة أرضية زي البوذية أو الهندوكية أو الكونفوشيوسية، نو. ومش ديانة شيطانية طبعا زي الإسلام. الإسلام ده مش ديانة بشرية، خد بالك. مفيش ديانة بشرية من صنع الإنسان بتقول اقتل 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 وزني، مفيش. هندوكية وفي أديان كتير في الأرض من صنع البشر، لكن الإسلام مش من صنع البشر، من صنع الشيطان. اذهب عني يا شيطان لأنك مش عايزني أتقدم للصليب، قال لبطرس كده، كان الشيطان بيستخدمه. اللي بينكر الصليب ده الشيطان، اللي يقول المسيح ما صلبش ده الشيطان. هو حادثة بطرس تبين لنا كده، ازاي المسيح يصلب ده المسيح نبي عظيم، هو الشيطان. ما هو ده كلام بطرس، تتصلب ازاي يا رب، حاشا لك ان يكون لك هذا. نفس الكلام المسلمين. واحد قال لي في نيويورك، قال لي بس انتوا عندكم المسيح اتصلب، ليه تقولوا كده؟ يعني المسيح ده نبي عظيم. هي نفس المبدا بتاع بطرس. قال له اذهب عني يا شيطان، انت معصره لي، لانك لا تهتم بما لله بل بما للناس. انا يعني انسان المفروض ما اتصلبش. طب وازاي العمليه تتم خالص؟ ده انا جاي اتصلب. ابن الانسان لم ياتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فديه عن كثيرين. قل لي حاشاك يا رب ان يكون لك هذا، ده انا جاي عشان هذا يا بطرس. فانت الشيطان بيستخدمك، مش واخد بالك انت. المسيح ما كانش بيكلم بطرس لما قال اذهب عني يا شيطان، كان بيكلم الشيطان، كان بيكلم الشيطان، ما كانش بيكلم بطرس. عن بطرس قال له وانت ايضا اقول لك انت صخره وعلى هذه الصخره ابني كنيستي وسلموا مفاتيح ملكوت السماوات. ده كان بيكلم الشيطان اللي عايز يستخدم بطرس. فقال له اذهب عني يا شيطان. هو نفسه اللي قال له اسجد ليا في التجربة على الجبل. الشيطان عايز يبعد المسيح عن الصليب. طبعا. فيقول المسيح ما اتصلبش، ده المسيح نبي عظيم حاشا لله. يبقى شيطان. مفيش أديان بتقول كده إلا الإسلام، كل الأديان بتعترف إن كان في شخص اسمه المسيح واتصلب، ليه؟ لأن ده تاريخ. تاريخ. تاريخ الدولة اليهودية، تاريخ الدولة الرومانية، ده تاريخ. صاحبي ده اللي في نيويورك اللي قال لي كده، قلت له طيب إذا كان المسيح ما اتصلبش مش وكان واحد شبهه مش ربنا يقول لنا؟ قال لي ما هو قال لنا. قلت له قال لنا إزاي؟ قال لي في القرآن. قلت له آه. قال لي أنا بعد 600 سنة. قال لي اه. تراجع شوية لما قلت له كده، قال لي اه المفروض كده. قلت له دي حاجة ربنا يتأخر في إعلانها 600 سنة؟ وكل العالم فاكر المسيح هو اللي اتصلب ومش ذنب العالم ولا حاجة، أنت بتقول كان شبه المسيح، أيوة حط شبهه شبه المسيح في الراجل اللي اتصلب. قلت له طيب العالم مظلوم. لما يقول المسيح اتصلب والناس يستشهدوا عن الإيمان دوت ويكتبوا مليون كتاب ومليون ترنيمة ويبشروا بيه ويؤمنوا بيه، دول مظلومين معذورين لان ده بتقول الصلب كان شبه المسيح. قال لي اه كان شبه المسيح. طب مش ربنا يقول لنا ان هو المسيح اصعده السماء وده ما كانش هو المسيح؟ قال لي ما هو قال لنا. سكت بقى شويه، ابتدى يتكلم بهدوء. قلت له قال لنا بعد 600 سنة؟ ابتدى يبتسم، قال لي المفروض احنا بنقول كده. قلت له ازاي؟ ده لا يجوز. كان اسمه وسيم. قلت له لا يجوز يا وسيم ان ربنا على حقيقه زي كده يستنى 600 سنه ويعلنها اللي بيفتح يبعت كتاب عربي ما يقروش غير العرب، ده ما بعته على الاقل ما كانش مترجم غير من كام سنه، ويقول فيه المسيح ما صلبش. ما صحش يعني. لو بعديها بست ايام ممكن، اقصى حد ست ايام يعني، هما في الاحداث بتحصل لسه، لكن 600 سنه والناس فاكر المسيح هو اللي اتصلب؟ هذا لا يجوز. وبعدين ليه انا اصدق الكتاب ده؟ اللي بيقول الراجل يضرب مراته، واللي بيقول الشمس بتغرب في بير، والارض مسطوحه، ايه اللي هيخليني اصدق الكتاب ده؟
فيعني واللي اتكتب من غير نقط وحروف لغايه اخر عهد الصحابه، يعني 60 70 سنه بعد ما كتبوا القران اوريدي، وتقول لي عربي وفي عربي من غير نقط وحروف؟ اكتب موضوع انشا ما تحطش نقط فوق الحروف، المدرس يديك صفر. وعارف يقرا؟ عني ولا غني ولا غبي تبينوا او تثبتوا على راي طه حسين وعلى راي السيوطي في كتاب الالقاد في علوم القران، مش بس طه حسين. ازاي يعني نقط؟ ازاي حروف من غير النقط؟ وتقول لي لغه عربيه فصحى والنقط كتبت في اخر عهد الصحابه بعد 60 70 80 سنه، واللي اشترك فيها الحجاج ابن يوسف اللي هو سفاح بتاع تلاميذ الخلفاء، السفاح اللي راح يدبح في الناس في العراق ومكه والمدينه، ايه ده؟ هو اللي حط النقط فوق الحروف؟ وليه القران ما نزلش بالنقط فوق الحروف؟ مش ده عربي؟ كتاب عربي مبين؟ فين مبين ده؟ يعني موضوع انا اتكلمت على القران كتير لما قلت محتويات القران وايه هو القران ده من سنتين، هنعيد تاني بعدين، بس احنا دلوقتي في محتويات في البركه، دلوقتي محتويات الكتاب المقدس، بس يعني بقول لك كده يعني. فادي الصليب وادي القيامه وادي الفرح وادي الملء بالروح اللي هي ايه؟ إليه ناتي. ايه البركه دي؟ الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني وانا احبه. طب ما انت بتحب كل الناس. لا معلش، دي محبه خاصه بقى. ما انا بحب الخطاه كل الناس. ده دي محبه خاصه تميز هؤلاء الناس مش بس عن الخطاه، عن بقيه المؤمنين. ده انا بحبه اكتر من بقيه المؤمنين. للدرجه دي؟ المؤمن الجسدي اللي مش بيحفظ وصاياه بحبه طبعا، مش ابني، وبأدبه، والذي يحبه الرب يؤدبه، وبحب الخطاه حتى البعيدين. لكن في نوع من الناس بقى محبه خاصه، بدليل ده بقى النوع ده اظهر له ذاتي، ما بعملش كده للمؤمن الجسدي. ربنا ما ظهرش للوط. لوط كان مؤمن. ظهر لابراهيم. انا اظهر للمؤمن الروحي. في مؤمن جسدي. بولس اتكلم عنهم وقال اكلمكم كجسديين لاهل كورنثوس وليس كروحيين، فيكم خصام وحسد، واخد بالك؟ وكان عندهم مواهب الروح القدس على فكره. لستم ناقصين في موهبه ما، ليه؟ لان مواهب الروح القدس مش دليل على الملء، دليل على الملء ثمر الروح القدس. ممكن واحد عنده موهبه الروح القدس ما عندوش محبه، ما بولس بيقول كده في كورنثوس، عشان كده حط لهم اصحاح 13 هما ما كانش كان عندهم مواهب، لكن كان عندهم خصام وحسد، كانوا جسديين وعندهم مواهب الروح القدس. ليه؟ لان مواهب الروح القدس دي تعطى لكل اعضاء الجسد لتكميل الخدمه، لكن ثمر الروح القدس يعطى للمؤمن المملوء من الروح القدس. العلامه على الامتلاء من الروح القدس ثمر الروح القدس. هو لانه قال كده، اما ثمر الروح وبالتالي الامتلاء بالروح طبعا اكتر، يبقى يزيد الثمر، محبه وفرح، غلط يا خمسه، ده ثمر الروح، ده الامتلاء بالروح القدس. طبعا الخطوط مفتوحه، بس ربما في ناس في الشرق الاوسط ناموا، لان الساعه 7 في نيويورك. احنا كنا مضطرين كده الاسبوع ده والاسبوع اللي فات عشان قناه طريق بتؤدي عمل فريد من نوعه، اساسي ايضا. الناس اللي من غير غطا، والشتاء داخل في العراق، الشتاء دخل اوريدي في العراق، احنا في نوفمبر اوريدي. لكن المره الجايه ان شاء الله هيكون بدري عن كده شويه، هتكون يعني هنبتدي هنا في كاليفورنيا 1:30 ان شاء الله، نعمل اقصى جهدنا، مش 2:30 ولا 3، ان شاء الله 1:30. نشكر الرب من أجل قناة الطريق ومن أجل العمل اللي بيتم فيها ومن أجل الكلمة الحية الحرة في كل البرامج بتاعت قناة الطريق. أعيد وأقول، اللي عايز يشوف حاجات بالإنجليزي عن الإسلام ويدعي أصحابه، كل يوم 4 الساعة 5 في كاليفورنيا. افرض ما كانش موجود، يفتحها في أي وقت، يكتب zakrostv.com zakrostv.
لكن الاربع ساعه خمسه ممكن يخش زاوية تي في، الطريق نفسه هيكون بيزحها اربع ساعه خمسه في كاليفورنيا. لكن في اي وقت ممكن تسمعها زي الحلقات العربي في اي وقت. الطريق بتقدم الخدمه الفريده من نوعها دي ايضا، حاجات كتير في الطريق فريده من نوعها، حريه الراي، حريه الكلمه، حريه التعليم، تسديد احتياجات الفقراء في العراق وسوريا ومصر. فعلا فعلا قناه الطريق يونيك فريده من نوعها في هذه الامور. لو الرب وضع على قلبك مساعده الفضائيات اذكر قناه الطريق. حاجات ماديه للمؤمنين وحاجات روحيه للمؤمنين وغير المؤمنين، وحريه في الراي والعقيده، وحاجات طبعا برامج عن الاسلام. اذكر قناه الطريق. انا مش عارف عندنا كام دقيقه فاضله، لازم يقولوا 20 minutes. اوكي، في حته مهمه في اصحاح 16 على طول قالها المسيح بعد الكرمة الحقيقيه، ده قالها في نفس الكرمة الحقيقيه نفس اصحاح 15. بس ناخد دقيقه واحده صامته، قصدي فاصل دقيقه واحده، ونرجع نكمل تلت ساعه عن امر من اهم الامور عن الكنيسه وعن المؤمنين في نفس اصحاح 15 بعد ما قال اثبتوا فيا وانا فيكم، من اهم الامور. دقيقة واحدة فاصل.
سينا. عنه يا ما فضلت ابعد عمري ضاع وما عشتلوش، يرق قلبه وقلبي يعني ضيعيني ما بتشوفوش. اعمى من كتر الخطايا قاسي اكتر من البداية، هو بيكمل معايا لو تطولني شروري حوش. يعني اب انا سبت بيته والمرار لي اشتريته، ما انسانيش علشان نسيته ولا قلت انا معرفوش. اجرح ويطبطب عليا يلم جرح يحس قلبي فيا وجعي وياه ملقاهوش. راضي اني في ضيق اجيله وانسى فضل وقت اما افرح، راضي بهموم اشتكيله جوه حضنه عامل لي مطرح. ايه هساوى عشان يسامح ماضي كان لي كله جارح؟ يعني ايه طول عمره فاتح بيته ليا مهما بجرح؟ يعني طيب رغم انه ساعات يعاقبني لكنه بل ارحم كبيرة منه لما ذنوبي بيطرح. أنده لو تعب زادني يمد ايده يخف حني، شالف عز الليل ساترني حتى لو في الدنيا بسرح. اللي بيجمل في صورتي راسم السكة بإيديه، والغريب دايما مرايتي شايفة كل ملامحي بيه. جنبنا ما يطولش ليلي والدموع ما تشوفش عيني، الوحيد اللي بقيلي واللي فرحي معاه وفيه. يعني ايه ما اسمعش صوته وارفض المس هبطوه؟ قال ارد يكون سكوته وحبه ظاهر لي في عينيه. يعني كل حبايبي غابوا وهو فاتح ليا بابه، يعني لو يوم ابنه سابه بيجري ويدور عليه. يا احبائي، في موضوع اخير قلت عايز اقوله في الربع ساعه اللي جايه. طبعا انا لألا يسوء يعني واحد يسوء فهم اللي انا قلته، انا قلت قبل كده ان كل مواهب الروح القدس مستمره. انا بس اللي قلته ان علامه ودليل الملء بالروح القدس مش المواهب، الثمر.
طب والمواهب كلها موجوده، مواهب الشفاء، مواهب معجزيه، مواهب التكلم بالسنه، كل المواهب موجوده واضحه في رسائل بولس، مش بس يوم الخمسين، في رسائل بولس كلها. ده مواهب الروح القدس ازاي تنتهي؟ مش الروح القدس موجود، الروح القدس طلع على المعاش عشان تنتهي مواهب الروح القدس؟ نو. مواهب الروح القدس تقف، المواهب المعجزيه تقف لما المسيح يجي على السحاب تبطل. الالسنه والمعجزات الثانيه كلها، مواهب الشفاء، كل دي تبطل يعني. لكن الى ان ياتي المسيح على السحاب كل مواهب الروح القدس موجوده. كل الكنائس بتؤمن بكده. ده القداس اللي كان بيتقال في القرن العاشر بيقول ايد يا رب الذين لهم منحه الالسنه، اللي الليتورجيه بتاعت القرن العاشر. اباء الكنيسه ذكروا الالسنه، والنهارده في حاجه اسمها كاثوليك كاريزماتيك موفمنت. 10 مليون كاثوليكي، كاثوليكي في امريكا 10 مليون بيؤمنوا بكده. دي حقيقه، مش عايزه بحث ولا جدال. مواهب الروح القدس موجوده. لكن طبعا واضح ان كنت ليس ليها محبه فقد صرت نحاسا يطن وسنجا يرن. المحبه او الثمر قبل المواهب، دي معروفه. احب اوضح الكلام ده، قلته قبل كده بس احب اكده يعني، لالا واحد ما يفهمش قصدي يعني. يعني موجوده زي ايام الكنيسه الاولى؟ لا. هنا اقول لك لا. الكنيسه الاولى المواهب بكثر، ده تاسيس الكنيسه. ما فيش حد عنده مواهب معجزيه، شفاء امراض او اقامه موتى زي بولس وبطرس. نو 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 نو. عشان كده قال علامات الرسول صنعت بينكم بكل ايات وعجائب. العجائب بتاعت بولس وبطرس موجوده دلوقتي، لان في حاجه اسمها علامات الرسول. لا، احنا ما فيش دلوقتي رسول بمعنى بولس وبطرس، ما فيش الكلام ده. ربنا ارسلنا كلنا للخدمه، لكن رسول بمعنى بولس وبطرس نو. اللي اسسوا الكنيسه، علامات الرسول، معجزات الجامده دي علامات الرسول. دلوقتي قال معجزات موجوده بس طريقه اقل. وحتى ايام الرسول بولس وبطرس كان بيصلي لتيموساوس يخف، ما كانش بيخف. كان عنده اسقام كتيره في معدته اهو. تيموساوس نفسه كان عنده مواهب شفاء مش بس بولس. ناخد تليفون. اتفضل حضرتك، تعال الهوا. الو، مساء الخير دكتور يوسف. يا مساء النور، مين معايا؟ ازي حضرتك؟ مين معايا؟ مريم. انا اسمي برلانتي، بكلمك من نيجيرسي. جاي يعني بس عشان اشكرك على التعليم اللي حضرتك بتديهولنا، يعني هو خلاصه المسيحيه بجد. اشكرك يا برلانتي، ربنا يباركك ويحفظك ويخليك لينا. لو ممكن السيديهات بتاعت الوعظات الشرح بتاع حضرتك اقدر اخده من الطريق؟ طبعا اكيد. وحتى ممكن تعملي حاجه اسمها داونلود بعد 3 4 ايام. اه، كل الحلقات على الويب سايت، تخش زاوية تي في وتخش اسم الدكتور يوسف ابراهيم محتويات الكتاب المقدس وتعملي داونلود. الحلقات موجوده. طيب ماشي، انا بشكرك جدا جدا جدا. انا اللي بشكرك على تشجيعك وصلواتك من ربنا يباركك ويخليك لينا يا رب. فعلا يعني الواحد قرا كتب كتير بس انت بتلخص لنا كل المفاهيم العاليه جدا، التعليم الراقي جدا اللي فعلا بالروح القدس. ربنا يباركك ويحافظ عليك. اشكرك يا برلانتي، واشكرك من اجل صلواتك، مع كلامك ده معناه انك بتصلي لي كمان. اشكرك جدا. كل الحلقات داونلود يعني، بس بعد الحلقه بثلاث ايام مثلا الواحد يقدر يطلعها. زاوية تي في الحلقات اللي فاتت كلها، يكتب مجرد اسم الموضوع محتويات الكتاب المقدس هتطلع الحلقات، ممكن يعمل داونلود. addsat.com aatsat.com. وممكن مش ممكن زاوية تي في او يا زاوية تي في الطريق والويب سايت يعني موجودة. دي خدمة برضو بتقدمها قناة طريق، مش لازم واحد يكون موجود في نفس الوقت عشان يطلع أي حلقة. أي حلقة في أي يوم ممكن يطلعها في أي وقت. عشان كده الحلقات اللي بسجلها بالإنجليزي برضو ممكن واحد يطلعها يلاقيها في الطريق، اللي هي What Islam Really Is، بدأت الأسبوع اللي فات. مجرد ما يعمل The Cross TV المرة دي بقى، The Cross الصليب، thecrosstv.com، يطلع كل الحلقات بالإنجليزي. في حلقات مهمة جدا بسجلها، ربنا قال لي لازم اعملها نتيجه دراساتي في كتب علماء الاسلام، درست اهمها يعني. والنهارده هكمل، النهارده بسجل بس لكن بتتذاع
يوم الاربع الساعه 5 بتوقيت كاليفورنيا، بس زي ما قلت في اي وقت ممكن يطلعها ذا كروز تي في. انتم لستم من هذا العالم، دي الحته الاخيره اللي عايز اقولها في الدقائق اللي فاضله، برضه في يوحنا 15. ان كان العالم يبغضكم فاعلموا انه قد ابغضني قبلكم. الواحد يستغرب ليه ربنا بيسيبنا بيبغضونا يكرهونا ليه؟ ما دي شيء طبيعي. مش بس لان هم كرهوا المسيح وكان احسن مننا. الفكره ان احنا بنشهد للعالم ان هو ماشي غلط. خد بالك. فخلينا نركز في التين منس اللي فاضله وهفسر ايات مهمه جدا في يوحنا 17، هشرحها برضو بطريقه بسيطه قوي. اللي هي متى جاء ذاك يبكت العالم على خطيه وعلى بر وعلى دينونه، هشرح الايه دي بيسقف فهمها. لكن الاول عايز اقول على الحته دي المهمه. لو كنتم من العالم كان العالم يحب خاصته. لكن لانكم لستم من العالم كما اني انا لست من العالم، ده اعلان يعني خطير ولذيذ جدا وممتع. انتم لستم من هذا العالم. ليه؟ لان انتم من فوق. احنا سفراء من السماء زي ما قال في كورنثوس الثانيه 5 الى هذا العالم. افرض مصر بعتت سفير في امريكا او في اوروبا، يبقى ده امريكاني او اوروبي؟ لا، ده مصري. لكن هو ليه عمل بيعمله في البلد دي؟ احنا جايين الارض نؤدي عمل. لما اتكلم وده عمل الكنيسه. بس الكنيسه اصلا دي حاجه سماويه مولوده من فوق، وعندنا الطبيعه الالهيه زي ما قال بطرس وزي ما قال الرب في يوحنا وفي كل حاجه في كل حته. وكورنثوس الثانيه 5 سفراء عن المسيح. فاحنا هنا مش من العالم ده، احنا موجودين في العالم عندنا عمل نعمله. الناس بيسمعونا، في ناس بيفرحوا وفي ناس بيكرهونا. في ناس سمعوا المسيح فرحوا بيه وقالوا أصلنا مبارك الآتي باسم الرب، وفي ناس تانيين كرهوه وقالوا اصلبوا اصلبوا. مش هما نفس الناس اللي قالوا أصلنا؟ ما تصدقش الكلام ده، يقول لك ايه، كانوا من يومين بيقولوا أصلنا باسم الرب دلوقتي بيقولوا اصلبوا. دول غير دول، دول تبع الفريسيين والكهنة واليهود. لكن الأونيين الشعب البسيط اللي فرش له ثيابه على الأرض، دول مؤمنين بيه بيحبوه. فانت بتكلم الناس على المسيح وبتعيش حياتك في الارض، ناس بيكرهوك ناس بيحبوك. لما ناس بيكرهوك ما تستغربش، شيء طبيعي. انتم لستم من هذا العالم، لكن يفعلون بكم هذا من اجل اسمي. خد بالك من الحته دي المهمه قوي اللي تهمني الحته دي دلوقتي، ان احنا سماويين. دي الكنيسه بقى، ناس سماويين. سيرتنا نحن في السماويات، عندنا heavenly citizenship، الجنسية السماوية. heavenly citizenship يعني زي المسيح، هو أصلا سماوي. جه الأرض يأدي عمل. هو أصلا كما أني أنا لست من هذا العالم، لكن جيت لهذا العالم عشان أخلص العالم. أنتم هكذا سفراء بتوعي، أعضاء جسدي، لستم من هذا العالم، أنتم من فوق. شوف الإعلان، واحد صدقني يحترم نفسه، صدقني يحترم نفسه. واحد يقول ده انا ماليش مركز في الارض، مره واحد قال كده، الناس بيحتقروني. واحد جايز فعلا ملوش مركز لانه ما عندوش فلوس، ما عندوش مركز، ما عندوش حاجه. الصيادين كانوا كده. انت فاكر التلاميذ المسيح كان عندهم مركز؟ هو كونه صياد ده مركز كبير مثلا، ده وزير ولا حاجه؟ نو. لكن كانوا شاعرين بان هم سماويين ففرحانين طول فرح، يعني فرحانين فرح لا ينطق به ومجيد. خد بالك. فالمهم مش الحاجات الارضيه. كان واحد بيمشي في الاردن بيحكوا عنه او في لبنان، كان ماسك شنطه وبيمشي، فواحد قال له انت حضرتك ايه يعني، انت يعني مدرس؟ قال له لا اكتر. قال له وزير؟ بيحكوها لنا في لبنان الخدام. قال له لا اكتر من وزير. قال له ازاي اكتر من وزير؟ رئيس الوزراء عارفينه. قال له انا اكتر رئيس وزراء كمان. قال له ازاي؟ قال له انا سفير. احنا سفراء من السماء. نشرح الايه دي ونصلي. في حنا 16 ايه مهمه جدا، وناس بيستغربوا من معناها وبيفسروها غلط. متى جاء ذاك الروح القدس يبكت العالم على ثلاث حاجات، على خطيه وعلى بر وعلى دينونه. يعني ايه الكلام ده؟ ايه صعبه فعلا.
هي صعبة فعلا. أنا قريت كتب كتير فيها وصليت وربنا شرح لي حاجات فيها. أما على خطية يبكتهم على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي. ودي أكبر خطية، الخطية الأساسية عدم الإيمان. يبكتهم على خطية العالم اللي هم مش مؤمنين يعني، لأنهم لا يؤمنون بي. وكأن هذه الخطية الوحيدة أو الخطية الكبرى، دي الحقيقة فعلا كده. مرة واحد قال إيه؟ فلان ده يعني بيطلق من غير سبب ويتجوز ويطلق، هو ده مؤمن؟ قال لي لا. قلت له خلاص، هو مش مطالب بوصايا المسيح في الموعظة على الجبل، وصايا الإنجيل ينفذها، يعني هو مش مؤمن أصلا. فالإيمان هو أهم حاجة. أنت ما تطالبش أشخاص مش مؤمنين بتنفيذ وصايا المسيح لوصايا المؤمنين، أحبوا أعدائكم والحاجات دي كلها، ده كان بيكلم تلاميذه، دي وصايا المؤمنين، خد بالك. فبكتهم على الخطيه لانهم لا يؤمنون بي، وعلى بر لاني ذاهب الى ابي. طب دي مالها بدي؟ انا ذاهب الى ابي ويعني خلاص اكملت العمل واديتهم البر المجاني، فبيبكتهم على بر ما بياخدهوش مع ان العمل اكمل. يبكتهم على الخطيه لانهم لا يؤمنون بي، ويبكتهم على بر لم ياخذوه مع انه مجانا. في رومية 3 البر مجانا لاني ذاهب الى ابي، يعني اكملت العمل. فالبر بالنسبه لهم مجانا، فلو ما خدوش مجانا يبكتهم، يقول لهم ليه ما خدتوش البر المجاني؟ ليه ما خدتوش التبرير المجاني؟ مش المسيح اكمل العمل؟ فيبكتهم على بر لاني ذاهب الى ابي، ذاهب الى ابي معناها اكملت كل شيء. ويبكتهم على اخر حاجه دينونه انا ادنت بيها الشيطان، لان رئيس هذا العالم قد دين. فيبكتهم ليه؟ إذا كان رئيس هذا العالم دين اتحكم عليه بالدينونة ودين إن أعماله غلط وإن هو فقد قوته، ليه أنتوا بتمشوا وراه؟ واخد بالك الآية مش واضحة قوي. يبكتهم على خطية لأنهم لا يؤمنون بيه، أكبر خطية. ويبكتهم على بر مش عايزين ياخدوه مع إني أنا ذاهب إلى أبي، يعني أكملت العمل. ويبكتهم على دينونة أدين بيها الشيطان، لأن رئيس هذا العالم قد دين، ما هو بيقول لك بيشرحها، فانتوا ليه ماشيين معاه؟ فيبكتهم بقى، يقول لهم شايفين الشيطان دين، اللي تمشي وراه ليه؟ فبيبكتهم على الدينونه اللي ادان بيها الشيطان وهم لسه ماشيين وراه. نطلب من رب بركه في هذا الاسبوع، والرب يفكرنا بكل الكلام حلو بتاع انجيل يوحنا 15، والايه دي بتاعت لستم هذا العالم 15 برضو، و16 اللي هي متى جاء ذاك يبكت العالم. ونطلب من الرب ان هو فعلا يبارك كل الناس في البلاد العربيه وينقذهم من المآسي اللي بتحصل. عمر ما الدول العربيه مرت بمآسي زي الاوقات دي، ولا حتى في اضطهاد العثمانيين ليهم. يعني العثمانيين مره جم مصر قتلوا 2000 في يوم واحد وكذا الف، لكن اللي بيحصل النهارده اكتر من كده في كل البلاد العربيه، كله اليمن وسوريا والعراق، ده حتى لبنان وليبيا، بس في الاسلام بيتغلب في سوريا وفي العراق وفي ليبيا، بنغازي الاسلام بيتغلب، وسياسيا في تونس، سوريا والعراق وبنغازي بالقوه العسكريه، وسياسيا بيتغلب في تونس، بيتغلب في مصر بالقوه العسكريه. مصر بتتطهر خطوه ورا خطوه من الارهابيين، بالذات في محافظه سيناء. لك المجد يا رب، بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تاهوا فيها ناس وطرق تبان
شوارد وتنتي بقلم وديق، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح، أصل المسيح